السلام عليكم تالتة ثانوي، عاملين ايه يا رجالة؟ نبدأ إن شاء الله 2024. ناس كتيرة الحمد لله حاسة بضغط كبير، ف ومدية اهتمام كبير جدا في التأسيسية وكده، فقلنا نخفف الموضوع شوية، أوريكم إن هو الموضوع فعلا مش مستاهل والموضوع يعني بسيط، تمام؟ فبدل ما أبقى بقى لازم أبين ومش عارف إيه فقلنا نهزر فنعمل حصة لذيذة بدل ما تبقى حصة نكد عليكم على اللي يعرفوك كلهم. فقلنا نعملها انا ومستر مؤمن. ازيك يا مستر مؤمن؟ اتفضل يا باشا. ازيك يا مستر؟ اول حضرتك والله. ازيك يا رجاله؟ عاملين ايه؟ فجايين نهزر وفي نفس الوقت هنعمل لكم الحصة التأسيسية. الموضوع اخف واسهل من كده بكتير، وانا ومؤمن هنيجي نهزر ونعمل لك اسمها ايه؟ تأسيسية preparation course. اسمها ايه؟ قلناش ماشي. يلا توكلنا على الله. ماشي توكلنا على الله. يلا باشا قول توكلنا على الله، سمي الله وكل بيمينك. يلا باشا. وات از فيزيكس؟ ايه هي الفيزيكس؟ فيزيكس دي ماده جميله ما شاء الله، جايه تهينك وتهين اللي تعرفه كلهم. خلاص فتعالى اتفرج على الفيديو ده يقول لك ايه هي الفيزيكس، هنشرح بسنه بسنه بالكلام. اوكي يلا بينا توكلنا على الله. فيزيكس مادة بسيطة. الكلمة فيزيكس أصلا بالإغريقية معناها كلمة طبيعة، فإحنا جايين بالآخر أي حاجة في الطبيعة جايين ندرسها. فزي حضرتك بالظبط، أول ما بتجيب الدرجة بيبقى شكلك بالمنظر ده، فده الموشن بتاع حضرتك. أوكي، أو حتى الهيت لما بتسخن أو الإلكتريستي أو الجرافيتي بتاعتك عامة. فشوية حاجات في الطبيعة كده هنبدأ ندرسها. الفكرة إن إحنا بنجيب حاجة اسمها فيزيكال كوانتيتيز. الفيزيكال كوانتيتيز زي الماس او اللينس او التايم، دول فيزيكال كوانتيتيز. افتكر الكلمه دي. في الاخر احنا بنعمل بزراميطه كده، بنعمل بهاريزيه كده، هوبا اللانش واحده حلوه، فبتبدا تطلع الدنيا، يبدا يكبر ويبدا ينتفخ، فتبدا تطلع الفيزياء. بس الاساس بتاعك الماس واللينس والتايم، وبعد كده بدا هيتروق عليك، هنبدا نطلع قوانين. المشكله مش في كده، المشكله ازاي اعمل ايه، اجيب التحويلات او اعرف اليونتس بتاعتي. بالظبط، اليونتس بتاعت حضرتك هي دي الحاجه المهمه، عشان بسم الله الرحمن الرحيم كده هتشوف اليونتس دي اكتر من بابا وماما، صح كده؟ فنقدر نبدا بالاساسيات كيونت، كماس او لينس او تايم. اوكي يا ولد عكس اصلا ماشي خلاص. بكل وسطها فيزيكال كوانتي، قصادها الميجرينج يونت. فاول حاجه تعالى نشوف مستر بومن اجاباته عامله زي الطلاب ولا لا. يلا يلا بقول لك ايه، اول حاجه الماس. الماس مستر بومن بالجرام ولا بالتقل ولا بالحب ولا بالحب كل ما دلت قلب خلاص. فالماس بالايه بقى؟ بالجرام. الله ينور عليك، هو برضو قال كده على فكره. خلاص الماس يا جدعان ما ينفعش الا بالكيلو جرام. طب لو جالي جرام مش هينفع، طب لو جالي بالحب مش هينفع، لازم تتحول للكيلوجرام. فده تعتبر ان هو ده دين الفيزيكس. اوكي، دين الفيزيكس هي ايه؟ الكيلوجرام. نخش على اللي بعده، اللينس. عندك سنتيمتر، عندك انش، عندك مايل، عندك حاجات بالحب مايكرو، عندك كل حاجه، عندك مليمتر، كل الكلام ده لللينس، لينسات اطوال. اوكي، فاليونت انا مش بتكلم على الحمد لله بقسم المسطره، لا انا بتكلم كيونت عشان هو الفيزياء طبعا انتوا عارفين. طيبه ولا نفسها حقيره؟ نفسها حقيره طبعا. فكده كده مش هجيب لك الاساسيات، بس انت عارف الاساسي ايه يا باشا؟ ها؟ اكيد السنتيمتر. اكيد السنتيمتر. احنا نودي الحمد لله مستقبل في امان. اكيد اللينس بتاعك بالمتر. انت تقدر تقيسه بالسم، تقدر تقيسه بكل حاجه، بس هم اتفقوا مع بعض ان احنا هنقيس اللينس بتاعك بالمتر عشان لو اي حد بص على لوحه يعرف الدايمنشنز بتاعتها عامله ازاي. طيب هل هو بقى هيديك اليونت بتاعتك بالمتر؟ استحاله. فلما يديها لك باي يونت ثانيه هنتعلم ازاي نحول من اليونت الثانيه للمتر ان شاء الله. تمام، الله ينور عليك. ماشي، نبدا بقى نتكلم على اخوك يا معلم مين؟ حبيب قلبي الاري. يلا رجاله، الاري بقى اول حاجه هي سنتيمتر ولا متر؟ ها، فالناس بس ما شاء الله قالت متر، بس هي متر سكوير. تمام، انا كنت بعدل بس ايه بحوشك، بس هي حبيب قلبي اصلا عباره عن متر سكوير. طب هي ليه متر سكوير؟ ليه اصلا من ثالثه ابتدائي بناخد لينس اوف ويتس؟ حد يقول لي بقى الاري ليه كده اصلا عباره عن لينس اوف ويتس؟ اتفضل، ليه لينس اوف ويتس؟ تمام، شكرا، ربنا يبارك لكم يا جدعان. تعملها ولا اعملها انا؟ انا مش معانا فيها مجهود، دي فيها شويه مجهود. بقول لكم يا رجاله، كلام بسيط. لو انا عندي حاجه زي كده اهو، زيرو 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 زيرو، خلاص كده حلو. وجينا قسمناها كده وكده، وجينا قسمناها مثلا كده في كده في كده، مش شرط.
تقدر تقول لي ان انت اللي قدامك دي دلوقتي هي الاريا، تمام؟ يعني المسطح اللي قدامك ده هو ده اللي احنا عايزين نجيبه. طيب حضرتك انا اجيبها المسطح ازاي؟ انا قسمتها لك مربعات والموضوع سهل جدا، تمام؟ اوكي، فانا عندي كام مربع؟ ما هو في طلبه في ثانيه تبقى قايله لك حبيب قلبي دول كده اربعه ودول كده ثلاثه، يبقى انا عندي 12 يا معلم سكوير صباح الفل، او 12 ريكتانجل وات ايفر حبيب قلبي ومشي دنيتك. في بقى طلبه جامده قوي، ده طالب اللي لسه طالع من ثالثه ابتدائي، انت عارف هيعمل ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وادي ايه ال 12 او ال 12 المتينه، صح كده يا ابويا؟ حلو. طيب ده بقى طبيعي في اللي احنا داخلين عليه تبقى شمال، صح كده؟ فمش هينفع. طب الاسهل ان انا اعمل ايه؟ زي الطالب الاولاني اللي عمل، قال لك ايه يا باشا؟ قال لك ما ناخد دي كده على بعضيها، الحته دي كده على بعضيها، ماشي؟ دول كده على بعضيهم 4، حلو. طب ما تيجي نجيب دي كده حبيب قلبي، دول كده على بعضيهم 1 2 3، صح كده؟ دول كده 3، حلو. نقدر نقول بقى ان انا عملت 3 بلس 4، صح كده؟ عشان اجيب الاريا. فده كده شم، صح؟ يبقى انا بعمل 4 تايمز كام يا رجاله؟ 3، ما تفكرني والنبي. الفور دي تعتبر اللي هي مين؟ يا لينس يا ويتس، بس اي حاجه، صح؟ صايد عامه، اوكي. فانا اقدر اقول لك بس عشان تبقى الموضوع تمام، ده بالنسبه لي يا معلم الويتس، اوكي. مستر الويتس اصغر من اللينس، ده عند امك يا ادهم عادي، اعمل اللي انت عايزه مش مشكله. وده حبيب قلبي اللينس. في الاول والاخر انا عشان اجيب المسطح اللي قدامك ده عملت لينس بلس ويتس، صح؟ حصل. فلينس تايمز ايه يا رجاله؟ تايمز ويتس. طب احنا لسه قايلين في اللي فوق ان اللينس اصلا لوحديها هنا بالمتر، والويتس ده سبحان الله بالمتر، فمتر تايمز متر ب 2 متر، صح كده ولا متر سكوير؟ متر سكوير. فعشان كده بنختار حبيب قلبي دايما دين الفيزيكس، متر ايه يا رجاله؟ سكوير. صعبه دي يا رجاله؟ خش على اللي بعده. يلا باشا خلصنا؟ خلصت. خش يا باشا على اللي بعده. زيرو. يلا باشا الفوليوم بقى اتفضل. طيب الفوليوم ده يعني في ال 3 دايمنشنز، يعني لينز ويتس وهايت، فبالنسبه لك محدش خد باله لينز ويتس وهايت. طب ايه التركايه اللي عندك بقى يا معلم هنا؟ تعالى اقول لك، احنا لسه من شويه قايلين ان الاريا هي عباره عن اللينز في الويتس. طب بص لي كده، مش دي لينز في ويتس؟ اه. يعني هل في مشكله لو شلت اللينز والويتس ده وحطيت مكانه الاريا مره واحده؟ لا. يبقى اقدر اقول لك ان الفوليوم بتاعك هو عباره عن الاريا في الهايت، وهي دي التركيه بتاعتك كلها. ان ممكن يطلب منك الفوليوم بس ما يديلكش ولا اللينس ولا الويتس، بس يديك مين؟ يديك الاريا. فاقدر اقول لك ان الفوليوم بتاعك هو عباره عن الاريا في الهايت. طب حد فاكر الاريا دي كانت كام متر؟ والله كان المتر باور 2. طب والهايت ده؟ ما هو كمان لينس بالمتر. فاقدر اقول لك متر سكوير في متر يبقى متر باور 3. فاقدر اقول لك والله ان الفوليوم بتاعك هو لينس في ويتس في هايت، او اريا في هايت، واليونت بتاعتك متر باور 3. حلو زي الفل. ماشي، نترجم والنبي الحته دي جدا. هي زي ما اتفقنا وانت عارف من ثالثه ابتدائي ان هي عباره عن لينس في ويتس في ايه يا رجاله؟ في هايت. ما تيجي نلعب كده لعبه يا مستر مؤمن، معلش بس نحط الايه؟ نحط اليونت ونلعب لعبه بسيطه. لو انا جيت كلمتك يا جدعان عايز اجيب الفوليوم بتاع نفس القصه، اوكي؟ ماشي؟ خلاص؟ فتعالى نلعب لعبه كده جميله. لو انا قلت لك انا عايز الفوليوم بتاع السلندر، ادي سلندر اهي يا عم الحاج، اوكي؟ وجينا والله عملنا المنظر ده، اوكي؟ فهنضطر دلوقتي اعمل ايه؟ زي ما مستر مؤمن قال، فانت مش هتقدر تقول هنا لينس اوف ويتس، ما هو اصلا الباشا ده ملوش لينس اوف ويتس. طب الاريا بتاع السيركل ايه؟ ما هو ده بقى اللي هنعيش بيه طول السنه. اشمعنى؟ ان احنا الكتريستي، والالكتريستي عباره عن واير، والواير شكله عامل كده. فاقدر اقول لك ان هنا والله العظيم الاريا، خلي بالك بقى الاريا زي ما انت عارف من ثالثه ابتدائي، ها 2 باي ار ولا باي ار سكوير؟ ما هو الاريا انت لازم نكون، ما احنا عشان كده بنأسس، اوكي؟ انت لازم تكون مترجم ان الاريا لازم يكون فيها حبيب قلبي ايه يا رجاله؟ سكوراي. يبقى مش 2 باي ار، ما هو 2 باي ار ده ار واحده، ريديوس واحد. فهي لازم تكون باي ار اي سكوير، وده اللي انت من الاخر يخليك في اخر السنه ما انا تمام وتعلمت الحاجات من اساسياتها تمام. فانا لو بنسى مثلا او اي حاجه 2 باي ار ولا باي ار سكوير، لو انا عندي اساسيات كويسه فانا على طول هفتكر ايه الصح من ايه الغلط. عشان يبقى انا الموضوع عايز ثقه، وفي اخر السنه مفيش وقت ان انا لجلك، فلازم انا اكون واثق من كلامي عشان انا اتعلمت من الاول صح، اوكي؟ خلاص؟ فهنا حبيب قلبي هتبقى باي ار اي رجالها سكوير. يعني في الاول والاخر انا كده جبت الاريا اللي هنا، بس انت يا مستر ما طلبتش الاريا، انا طلبت يا معلم الفوليوم. طب تطلب الفوليوم، يعني انت عايز كل دي؟ اه، يعني عايز الحته دي كلها. طب هنعمل ايه؟ الاريا دي ايه رايك لما نكررها كل ده؟ نكررها هنا ونكررها هنا ونكررها هنا ونكررها هنا. يعني مسكت الاريا ضربتها هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، ولا ضربتها في كل الهايت يا ابويا؟ ايوه. فهو ده اللي مستر مومن كان لسه بيقوله. حبيب قلبي يعني من الاخر انا الحته دي وات ايفر بقى هي، لو ريكتانجل او حتى سكوير او اي حاجه برضه هعمل اريا تايمز الهايت. فوات ايفر بقى الاريا الاساسيه اعتبرها بيس اريا، اعتبرها بقى اي حاجه صباح الفل. ونقدر نقول ان دي كده برضو هي اريا،
حبيب قلبي تايمز مين يا عم الحاج؟ ها تايمز الهايب بتاعك، امسك لي اريا اضربها كررها تك 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 تك، هيجيب لك كل الاوبشن اللي عندك زي بالظبط هنا في الاوضه بتاعتنا. لو هنجيب الاير عشان مستر مؤمن خلاص، عايز اجيب هجيب الارض البيز اريا بتاعت الارض اللي هنا خلاص. انا كده جبت الاير اللي في الاوضه كلها، لا استحال. طب انا اعمل ايه؟ همسك الاريا اللي على الارض واكررها في الهايت بتاع الاوضه صباح الفل، فهيطلع لك حبيب قلبي الفوليوم بتاع الاير اللي موجود فين يا معلم؟ ها في الاوضه. صعبه دي ماشي. اهم حاجه بقى لازم نقولها، نقولها للمؤمن مع بعض، البنكش. يلا باشا، الفوليوم القانون بتاعه او المنكش بتاعه ايكوال بس كده شكرا. اي حاجه يعني افتكروا الموضوع ده، الفوليوم ايكوال حضرتك بدات ثانويه هتقول ايه؟ اهلا بيك في الفيزياء. هتقول ايه؟ الهوم ورك ان شاء الله هيوصل لارقام مهوله. انت عايش في مصر تمام خلاص. فادي المنكش وكلامنا لازم منكش، هو اصلا علم نفس مش بالحب اوكي، فلازم منكش افتكر عشان انت اصلا ما أبو مدوب بقى ده عن أمك أدهم قشطة. فا خلصنا؟ أوكي. طبعا احنا ممكن نسيبها للطلبة يعني ده اسمه فاهم، ناخد صمت شوية. يعني قصي حاجة تايم، فالطلبة معظمها تقول أكيد أكيد سكت صح؟ اللي بيقول بقى بالأور ده الحمد لله هو آخر مرة ذاكر كانت أولى ابتدائي أو لا هي أولى إعدادي، هي حلوة أوي. خلاص؟ طيب نتكلم بقى. بالحق ربنا الفيزياء طيبين ولا نفسيه حقيره؟ ها نفسيه حقيره. الكلام ده استحاله يجي لك ليه؟ عشان فيزياء، ما هو استحاله. طب انا لازم اروح لهم؟ لازم اروح لهم ولازم ما ينفعش استغنى عنهم، ما ينفعش اتقبل او ايه اعمل اي حاجه غير ان انا اوصل لهم. يعني هو هيجيب لي حاجات تانية. يلا باشا اتوكل على الله. خش يا باشا. الماس اساسه بالكيلوغرام ماشي تقول انت؟ فلا والله كل حاجه تفضل ماشي. الماس بالكيلو جرام. طب هو طبعا عشان نفسيه طيبين ولا نفسيه حقيره؟ نفسيه حقيره. لا قولوا معايا نفسيه حقيره. ايوه هيبان في الامتحانات. فبكل بساطه يا باشا اللي هيجي لك بالجرام او هيجي لك بحاجات ثانيه بس الكتير جدا هيجي لك بالجرام. طيب انا لازم احولها لمين؟ للميتر صح؟ صح؟ لا السنتي عيب مش معقول. فاكيد لازم احولها، اقسم بالله كاتبها ايه والله العظيم. فخلاص فبالجرام، فانا لازم احولها للكيلو جرام. طيب احنا دلوقتي عشان نحول من جرام للكيلو جرام، حد يقول لي تايمز ولا ديفايدد ولا بنعمل ايه؟ اتفضلوا. ها برافو عليكم، الناس معظمها قالت تايمز تمام اوكي. فعشان احول من جرام للكيلو جرام هنا ده من الصغير اوبا للكبير انا بعمل ديفايدد. تعال نكتب مع بعض. يلا باشا انا بعد اذن حضرتك عشان بس ايه نقدر نعيش، حضرتك هتكتب الكلمتين اللي هنا دول وحضرتك هتكتب عشان يا مستر مؤمن انا اسف حبيب قلبي. هنا نكتب الصغير وهنا هنكتب حبيب قلبي الايه يا رجاله الكبير. في حد عنده مشكله؟ خش يا باشا. يبقى انا من الصغير للكبير، هنا الكبير وهنا ايه مش الكبير. دلع الفيزياء بدل ما هي تيجي تدلعك، خليك كده يا سماجه، ادي لها واحده سماجه بنت حرام اوكي. يبقى صغير للايه للكبير. حلو بالراحه. لما تيجي نعمل منكس صغنطوط كده ونقول ايه فكره كتفكرك كاكزامبل بالراحه، هو مين بيضرب مين؟ لو واحد صغير زي حالتي واحد مثلا زي مستر محمود مش هنقول يعني خلاص، فاكيد مين اللي هيضرب مين؟ اكيد الكبير هيضرب الصغير. فاوكي فانت لو رايح من الكبير للصغير اعمل ضرب، يعني اعمل تايمز. ما تايمز بالعربي يعني ضرب صح كده؟ حلو. يبقى انا من الكبير للصغير حبيب قلبي بعمل ايه؟ تايمز. لو انت قصير زي حالتي كده هتعرف ان الصغير لما بيروح للكبار بيتداس عليه بالجزمه، انت بيداس عليه بالايه؟ بالجزمه. ربنا يكرمك يا رب هتعرف يعني ايه اوكي. استنى بس جيب درجه وحشه بس وانت هتعرف بابا وماما هيعملوا ايه. فيبقى انت لو رايح من الصغير للكبير لازم ينزل تحت، لازم يتعمل له ديفايدد فهيتداس عليه بالجزمه. ادي اهو وادي ديفايدد. نقول تاني يا مستر ازاي يا عم الحاج؟ هثبت لك والله حاجات كتيره وهاخد الحته دي معلش ايه لحسابي اوكي، بس ازاي ومش ازاي اعملها لك. بس قول معايا، قول يا باشا. يبقى الكبير لما يروح للصغير بيضرب ايه؟ الكبير بيضرب مين؟ الصغير. ضرب ده يعني ايه؟ يعني تايمز. طب من الصغير للكبير، الصغير لما يروح للكبير هيتداس عليه بالايه؟ انت. انت يا رب تسقط، يلا ما تنطقش. نطقت؟ يلا. من الصغير للكبير حبيب قلبي ها باشا والله العظيم ها لازم اعمل ايه؟ ديفايد. بتنطق ولا ايه؟ يتداس عليه بالايه؟ بالجزم. يا رب تتجوز واحده شبهي يلا ما تنطقش. انت انت فرحان؟ لا لا خلاص هينطق دلوقتي عادي. طب ازاي يا عم الحاج يا مستر اقنعني؟ اقنعك بيها واقنعك كمان بالرقم اللي جه ده اصلا اوكي؟ يلا يا امور باشا بالراحه كده. لو انا مثلا عندي 1 كيلو جرام مش طب؟ معلش اكتبها لك هنا، ادي 1 كيلو جرام. حد يقدر يقول لي والنبي معلش كده هي تعتبر كام جرام يا قمر؟ والله يا ابني اتفضل.
الواحد كيلو جرام حبيب قلبي تعتبر 1000 صح كده؟ 1000 ايوه عشان كده هو الراجل حاطط ال 1000 1000 حبيب قلبي جرام. في اي مشكله في الكلام ده؟ حلو. انا بقى كان معايا بص 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 انا كان معايا اصلا ده صح كده؟ وانا رحت كده وقمت عامل لك هنا نقط يا امور صح كده؟ فكرني والنبي الباشا ده اقدر اقول لك ان ده الكبير. في حد عنده مشكله؟ والناحيه الثانيه حبيب قلبي ده الايه يا اخويا؟ ها؟ الصغير مش الصغير الصغير دلع. حبيب قلبي بقى انا لما رحت للكبير للصغير الرقم عشان اوصل هنا الرقم 1000 حد يقول لي كده احنا قلنا الكبير بيضرب ايه الصغير قمت عامل تايمز اكيد مش من واحد هتوصل ل 1000 عامل ديفايد فانا اكيد الواحد عامل لها ديفايد او سوري تايمز تايمز 1000 اسمها ايه 1000 مش ده حبيب قلبي هيجيب لك هنا ال 1000 المتينه صباح الفل ما فكروا كده يا جدعان في علامه فشيخه هنا اسمها حبيب قلبي ايكوال ايكوال دي يعني الرايت هاند سايد قد ربنا يوفر نصيب في الحلال الليفت هاند سايد بقول لك ايه ده كبير صح ده كبير لازم يبقى جنبيه رقم صغير عشان هنا ده كبير يبقى جنبيه يونت صغيره ما هو لازم تتساوى ما هو لازم تبقى ايكوال حاجه كبيره جنب حاجه صغيره ايكوال حاجه صغيره جنب حاجه ايه كبير فيبقوا ايكوال فعشان كده انت دلوقتي الرقم دايما جنب اليونت الكبيره بيبقى صغير فلازم تعمله تايمز عشان يبدا يطلع ترجمنا فاكيد الناحيه الثانيه لو هتمشي و90% من الفيزيكس بيجي من الصغير للكبير فحضرتك معظم الحاجات هتعمل ديفايدد اوكي خلاص اوكي نكمل بقى الحته المتينه احنا بقى يا معلم حاجاتنا نتفق قولوا من الصغير لمين للكبير من الصغير لايه للكبير فهيداس عليه بالايه بالجزمه حلو الناس بقى عشان بيداس عليه بالجزمه فديفايدد كتير فاحنا مش عايزين ديفايدد ليه مش مشكلتنا بس احنا مش عايزين ديفايدد طب هنعمل ايه حبيب قلبي انا عايز اقلب تايمز حول لي نفس الرقم 1000 واتفقنا 1000 ماشي 1000 اوكي لازم نحولها تايمز نحولها ازاي بقى يا ابويا بعد اذن حضرتك اتفضلوا يلا يا باشا شكرا يا اخويا يلا يا باشا لو انا عملت لكم كده انا عايز اقلبها تايمز انا عايز اقول لك 10 تايمز باور نيجاتيف 3 ده هي ديفايدد 1000 عملتها ازاي يعني حضرتك عملتها ازاي جبتها ازاي طب يعني انا كل تحويلاتي بعد كده حتى لو ديفايدد هعملها تايمز ايوه طيب بالراحه بقى لو انت خدت بالك ان هنا في 3 اوكي معلش انا اسف عشان هنا لو انت خدت بالك كم زيرو 3 0 لان هي فعلا بتتقلب 3 0 اوكي لو انت خدت بالك الباور هنا بالماينس عشان هنا في ديفايدد بص انا مش فاهمك لا بص انا هقول لك الكلام سهل جدا بص يا ابويا معلش يا مستر ماما ان انا اسف خلاص معلش يا ماما ان انا اسف اوكي ادي يا عم ديفايدد 1000 ربنا يكرمنا ان شاء الله في الاخر هخليها انا يا عم 10 باور نيجاتيف كام يا عم الحاج هاسري وادي التايمز هي هي طب احنا مش عايزين ديفايدد هي بتتعمل ديفايدد بس احنا عملناها باور نيجاتيف عملتها ازاي ما تيجي تعمل نراجع كده على رابعه ابتدائي انا عارف ان هي واقعه منك اوكي وانت احتمال تكون صعدت فان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب ديفايدد دي مستر عمر عايز يقلبها تايمز انا عندي معلومه مهمه جدا تحت ال 1000 دايما كان في رقم 3 صح كده الناس الشمام اللي قاعد لا بشكري خلاص في جواب فاهم فاكيد تحتيه حبيب قلبي 1 اي رقم 3 ايه اللي جاب 3 ايه اللي جاب 3 ايه اللي جاب 3 ايه ده خلاص اللي جاب 3 1000 يا معلم تحتيها 1 حلو انا عايز اعملها تايمز ثالثه ابتدائي بتقول لك هوب بلانش هم محولينها حبيب قلبي بقت بالعكس بنهدى اهو انا بهدى ادي 1000 وادي تحتيها معلم ال 1 صعب ده وادي ال 1 وبقت تحتيها ايه ال 1000 في مشكله لحد دلوقتي لا طيب ثلاث اصفار حضرتك لو انت كتبتها على الكالكوليتر 1000 كتبتها على الكالكوليتر عملت لها بالباور حبيب قلبي هتطلع لك 10 باور 3 يعني انا ادي اهي وادي هوبا وادي هوبا وادي هوبا وادي هوبا 1 2 3 تمام ادي 3 في مشكله في الكلام ده صح حلو قوي تعالى بقى ما انا برضو عندي ديفايد مش مبسوط انا مش مبسوط من الديفايد ده فانا من الاخر كان كله عايز اقلبه تايمز حلو هوبا اللانش دي لما تطلع فوق الباور هنا بالبوزيتيف يلا يا رجاله سمعتك لما يطلع فوق هيبقى بالايه بالنيجاتيف طب لو الباور هنا بالنيجاتيف كان هيطلع فوق بالبوزيتيف صح كده بس هنا دلوقتي الباور بالبوزيتيف يطلع فوق بالنيجاتيف فعشان كده لو انا عندي 3 اصفار الرقم هنا هيبقى بعون الله 3 لو انا عندي الباشا هنا بالديفايدد لان هيطلع لك الناحيه الثانيه ماينس لان ايه بقى لان الديفايدد هيخلي ال 1000 تنزل تحت ويوم ما تطلع بالايه يا رجاله بالماينس نقول تاني معلش يا مستر مهم حبيب قلبي ادي كده عندي 3 0 يبقى الباور هيبقى باور كام 3
طب لو هي جنبيها ديفايدد ال1 ساوث هتفضل زي ما هي ولا هتنزل؟ هتنزل. ويوم ما تطلع تطلع بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ بالنيجاتيف. فانت لما يبقى معاك نقول من الاول لما يبقى معاك يونت صغيره زي السنتي زي الملي زي الجرام كلهم صغيرين يبقى لازم بالصغير للكبير نمشي مع بعض بيتضرب الكبير بيدوس عليه بالايه بالجزمه فده معناه ان يتحط له ديفايدد يبقى السنتي والجرام والكلام ده كله ما دام هو ديفايدد يبقى رقمه وتفر ايه رقمه هينزل ويطلع ويوم ما يطلع يطلع بالماينس. نقول تاني اي حاجه من الصغير للكبير بيداس عليه بالجزمه يعني هيتحط له ديفايدد زي ما عملنا اهي فلما يبقى ديفايدد هينزل تحت ويوم ما يطلع يعكس هيبقى الباور زي ما هو ولا هيعكس هيعكس فمعظم يونتس الفيزيكس اوكي هتبقى فيها ايه يا رجاله ها ماينس وخصوصا اللي هي الايه الصغيره والكبير هيبقى بالبلس عشان كده كده بالتايمز ولا في نزول ولا في اي حاجه صعبه دي يلا مستر ماما عشان اسف طولت عليك يلا باشا نخش على اللي بعده حلو اللينس بتاعك انت عارف ان هو بيتقاس بالميتر هو يوم ما يديها لك عمره ما يديها لك بالميتر هيديها لك بالسنتيمتر طب ما تيجي نفكر مع بعض كده اول حاجه مين اكبر المتر ولا السنتي انا كده كده عارف ان اكيد المتر اكبر من سنتي طب تقدر تقول لي المتر الواحد فيه كام سنتي يعني انت لما تروح تقيس طولك بيقول لك مثلا متر 20 سنتي تقدر تقول لي المتر الواحد ده فيه كام سنتي انت لو مسكت المسطره المتر هتلاقي فيها بالظبط 100 سنتي يعني انا عارف ان المتر الواحد هو الكم بس الكم كم الكم تعرف ان المتر الواحد بالنسبه لك هو 100 سم انت خطك وحش عشان بتكتب بالشقلوب صح معلش فانا اقدر اقول لك المتر الواحد بس في ما يركز هنا معايا كده ادي اليونت بتاعتك كبيره الرقم اللي جنبها صغير طب هنا الرقم بتاعك كبير عشان اليونت اللي جنبها صغيره طيب انا دايما لو عايز اروح من الكبير للصغير انت عارف ان انت كده كده هتعمل تايمز طب لو عايز اروح من بالظبط لو عايز تروح من الصغير للكبير فانت كده كده هتداس عليك بالجزمه هتعمل ديفايدد او زي ما مستر عمر قالها الديفايدد هينزل تحت عشان يطلع فوق يبقى بالباور بتاعك والباور بتاعك هيكون نيجاتيف طب ال 100 سم دي عندك كام زيرو وعندك اتنين فلو رايح من كبير لصغير فانا كده كده هعمل تايمز والباور بتاعك هيبقى بالبوزيتيف الاثنين زيرو دول اكنهم اتنين فاقدر اقول لك هتبقى 10 باور 2 لو انا رايح من الكبير للصغير طب لو رايح من الصغير للكبير اتفقنا ان هي كان اصلها ديفايدد بس عشان اخليها تايمز نزلتها تحت وقمت مطلعها تاني فوق فلما طلعت فوق بقت باور 2 اه بس بالنيجاتيف فاقدر اقول لك هعملها تايمز 10 باور نيجاتيف 2 طب ايه اكتر التحويلات اللي هتجيلك من السنتيمتر للمتر فدايما لو عايز احول من سنتيمتر لمتر بعملها تايمز 10 باور نيجاتيف 2 او ديفايدد 100 بس معظم الوقت الديفايدد 100 دي بتدخل ارقام كتير على الكالكوليتر فتطلع لك الانسر غلط فعشان نخلع من الحته دي خليناها تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اوكي الله ينور عليك فنرجع نقول برضو نفس الكلام اوكي من سنتيمتر للمتر فهي دايما ديفايدد انا ماشي من الصغير للكبير فهي عشان مش 1 ساوسن بقى عشان دي فرق 1000 لكن انا الفرق بالنسبه لها 100 فعشان كده بتبقى 0.8 فلما نتحول الطلبه بقى تبدا تقول عايز احول صريحه بقى من سنتيمتر للمتر حبيب قلبي عندي 0.8 احط 2 عندي ديفايدد اتفقنا هتبقى اهي لما تقل تايمز هتبقى 1 على 100 اوكي فال100 حبيب قلبي لما تيجي تطلع هتطلع باور نيجاتيف كام نيجاتيف 2 خش يا مستر مو يلا باشا المليمتر طيب انا عندي ده يلا باشا اتفضل لو عايز احول من مليمتر انا دايما بروح لليونت اللي انا شغال بيها اللي هي بالمتر طيب تعال افكرك بحاجه كده بسرعه احنا اتفقنا من شويه ان المتر كان فيه 100 سم طيب السنتي الواحد بقى فيه كام ملي لو جيت تبص على المسطره بتاعتك هتلاقي ان السنتي الواحد فيه 10 ملي فاقدر اقول لك لو عايز اروح من متر ادي مليمتر لو عايز اروح بقى من المتر لحد الملي فانت ايه اللي انت عملته انت عارف ان المتر الواحد فيه 100 سم طب السنتي الواحد فيه 10 ملي فلو عايز اروح من المتر للملي اكنك عملت 100 في 10 اللي هي بالنسبه لك ال 1000 ونفس الكلام لو رايح من الكبير للصغير بتبقى تايمز طب هل انا بشوف دي بالشكل ده لا دايما كنت بعملها 10 باور 3 ادي 0 0 0 فبقت باور 3 طب لو عايز اروح بقى من الصغير للكبير احنا كده كده اتفقنا ان هي بتبقى تحت ولما بتطلع بتطلع بالنيجاتيف يبقى 10 باور نيجاتيف 3 وخلي بالك عشان نربط الدنيا وما تحفظش كتير عندك ثلاث حاجات اساسيين هتشوفهم كتير دايما التحويله بتاعتها 10 باور نيجاتيف 3
اول حاجه اتكلمنا عليها من جرام لكيلو جرام دايما هتكون 10 باور نيجاتيف 3، من مليمتر لمتر هتكون 10 باور نيجاتيف 3، ومن لتر لمتر باور 3. الليتر ده اللي هو الفوليوم بتاع الازازه، لو عايز تحول من لتر لمتر باور 3 هتعملها تايمز 10 باور نيجاتيف 3. الثلاثه دول نفس التحويل. يلا يا باشا عايزين نجمعهم بس يا مستر مومنت اشطب، فانا هجمعهم لك يا جدعان عشان انت ما تقعدش تحفظ لي، محدش يقعد يحفظ. احنا دلوقتي انا هديك مثلا 5 6 معلومات، هو من الاخر هيصفصفه على 2، فبلخص للميموري والرامات بتاعتك بدل ما البروسيسور يقعد يسخن منك، فانا بلخص لك في كلمه في كلمتين. احنا محتاجين مين؟ محتاجين حبيب قلبي سوري. اوكي يلا باشا شكرا. اوكي شكرا مستر مومنت، شكرا اخي اشطب. محتاجين حبيب قلبي دي سنتيمتر يا باشا ايه باور نيجاتيف 2، محتاجين الملي بس الملي حبيب قلبي اقدر اقول لك زيها زي الجرام، واكيد الجرام ما بيتحولش للمتر، بيتحول ايه يا رجاله؟ للكيلو جرام. كمل. الليتر نفس الكلام، بس الليتر ده عباره عن فوليوم. فكرني بقى الفوليوم كان بالسنتيمتر باور 3 ولا ملي متر باور 3؟ كان بالمتر، مفيش اصلا سنتيمتر ولا ملي متر، ما تضايقوناش اشطب حبيب قلبي. فمتر باور 3 اوكي يا صاحبي، فيبقى الليتر ده فوليوم فبيتحول لمتر باور 3 ولا سنتيمتر ولا ملي متر. انا معاك اوكي. فدول بقى كلهم على بعضهم كده 10 باور نيجاتيف كام يا رجاله؟ 3. يبقى انا بحفظ حاجتين بالظبط، السنتيمتر نيجاتيف 2. لا سمع معايا يلا عسل. ها سنتيمتر ايه؟ نيجاتيف 2. حلو قوي. مين بقى اللي بالنيجاتيف 3؟ ملي متر والجرام والليتر. سمع يا رب تطلع بلاش اقول لك خلاص. يلا سنتيمتر انت عارف انا اقول ايه تمام. سنتيمتر ايه؟ نيجاتيف 2. مين بقى اللي نيجاتيف 3؟ ملي متر الجرام الليتر. سمع سنتيمتر ايه؟ نيجاتيف 2. النيجاتيف 3 مين؟ ملي متر والجرام والليتر. اوكي محدش يعني انا من رايي نبطل تعليم جرام، سبحان الله اتقلبت لمتر، دي حاجات غريبه يا بيه، ما ينفعش انه فاهم يعني ده عيب وحرام يا باشا. ها انت بتعمل حاجه عيب اوكي خلاص. فمبروك عليك هتروح هندسه السلوم ليترلي اوكي. نقدر ندي اكزامبل للطالب ان هو يعيش معانا شويه. اتفضل مستر مو. طيب بيقول لي هنا كان اللينز ب 2 سنتيمتر. اول حاجه بسالها لنفسي هل انا ينفع اشتغل بالسنتيمتر دي؟ اه عادي حلال. الله يفتح. طالب مش طالب يقول حلال، ايه المشكله؟ ايه اللي يضايقه يعني؟ ليه 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 لا؟ حبيب قلبي والله يلا نقول دي للفيزيكس والله يعني كيلو جرام متر سكن بس شكرا، مش هينفع حاجه ثانيه. طب هي لا لا طب لا 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 اوكي هي دي اوكي. احنا لازم نحولها للمتر. اتفضل. طيب كان بيقول لك اللينس بتاعك بال 2 سنتيمتر، امتى ما تحولش لو اللي تشوز بالسنتيمتر بس هو مش مديهالك عشان يتاكد ان انت بتعرف تقرا ولا لا، فاكيد عايزك تحولها من سنتيمتر لمتر. طيب اول حاجه انا بروح ابص انا من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ انا عارف ان السنتيمتر ده هو الصغير، طب لو عايز اروح من صغير لكبير اتفقنا ان انا بعمل ديفايدد وبطلعها فوق تبقى باور نيجاتيف. طب انت كان المتر فيه كام سنتي؟ والله كان فيه 100 يعني 10 باور 2. يبقى لو عايز اروح من سنتيمتر لمتر من صغير لكبير كل اللي هعمله هعملها تايمز 10 باور نيجاتيف 2. ايه؟ 10 باور نيجاتيف 2 ف 2 سنتيمتر تبقى 2 في 10 باور نيجاتيف 2، بتخلي ال 2 زي ما هي والسنتي محدش يقول لي بقى ايه بحول السين، فهي مش سين اصلا هي سي خلاص. فهي دي يونت حضرتك دلوقتي دي برضو انا بحولها اوكي بنيجاتيف 2، يعني انا خلاص رجعتها كده ايه للمتر. صعبه دي اوكي خلاص. دلوقتي بقى انت هيجي لك حروف زي السي كده جنب اليونت الاساسيه، يعني ايه؟ يعني من الاخر مش لازم الكلام ده كله للمتر، يعني ممكن انا ممكن الاقي حاجه غريبه اسمها سنتي سكند عمرك ما شفتها، مثلا 6 سنتي سكند. طب انا اعملها ازاي؟ اساسي ايه مستر؟ اساسي المين؟ لا ما احنا كده شمامين، انا اساسي السكند، فانا اروح اعمل 6 في 10 باور نيجاتيف 2، بس انا كل ده عشان ارجع لمين يا اخويا؟ للسكند. يعني السي دي في حد ذاتها قصده بيها سنتي مش ميتر، مش لازم سنتي ميتر، لا سنتي دي في حد ذاتها ليها تحويلتها. طب انتوا بتعملوا الكلام ده ليه؟ لان احنا من الاخر عندنا تحويلات كتيره جدا. نيجاتيف 2 هم اعملها بقى العكس، النيجاتيف 2 بدل ما هو كان يكتب في الرقم المنظر ده بذمتك الاسهل يكتب ايه؟ يكتب القرف ده ولا يكتب 2 سنتيمتر؟ ف 2 سنتيمتر كانت اسهل نفس القصه. افرض انت بقى كان عندك هنا مثلا نيجاتيف 9 بدل ما يكتب 2 في 10 باور نيجاتيف 9، ان شاء الله قدام شويه هتلاقي 10 باور نيجاتيف 19 وحاجات غريبه و 34 وحاجات غريبه. انا عايز ابسط بدل البوارات الاوفر، فهو عمل شويه بوارات كده معينه ليهم حروف معينه. فالراجل مثلا النيجاتيف 2 عمل ال
السي للنيجاتيف 3 عامل حرف الام ده. خلي بالك الراجل عشان بس لسه الطلبه برضو ايه مش مجمع الحته دي. اوكي حبيب قلبي هو كده كده لازم يكتب اليونت. لقيت ام بس انت لقيت ام دي كده متر. لقيت حبيب قلبي ام الله تبقى دي كده ايه يا اخويا ها مليمتر. لان هو ما ينفعش تبقى ام الاولانيه دي يعني ما ينفعش حد يقول لي ايه رايك يا مستر ام دي تبقى ملي. طب ما هو ملي ايه مفيش يونت. اليونتس الاساسيه متر كيلوغرام سكند يبقى موجودين وبعد كده يتحط جنبيها حروف يا معلم هي ايه مكان الارقام الكبيره. تعال بقى نشوف شويه حروف. يلا باشا تقدر تقول يلا باشا اتفضل يا باشا. اول حاجه حضرتك ممكن تتكلم اتفضل انا هعمل لك. اول حاجه الملي واتفقنا ان كده كده الملي والجرام والليتر كلهم 10 باور نيجاتيف 3. طيب ايه الرقم الاصغر شويه؟ المايكرو. المايكرو بالنسبه لك هو 10 باور نيجاتيف 6 هتلاقيها بقى محطوطه مايكروميتر مايكرو سكند يعني انت اليونت بتاعتك العاديه متر وجنبها يا مايكرو يا ملي وعلى حسب انت عايز ايه كده كده لازم اوديها في الاخر خالص للمتر. طيب فاقدر اقول لك المايكرو كانت 10 باور نيجاتيف 6 بعدها على طول النانو اللي هي 10 باور نيجاتيف 9 واصغر حاجه بتاعت عمك احمد زويل كانت البيكو 10 باور نيجاتيف 12 والفيمتو كانت 10 باور نيجاتيف 15. خلي بالك الفرق ما بين دي ودي ان دي ام سمول دي اسمها ميو شبه الام بشويه كده بط شبه البط. اوكي اللي انا عايز اقوله من قبل ما نكمل هم دول اصلا يونتس كبيره ولا يونتس صغيره؟ يعني ده ماشي تحويلتهم من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير؟ اللي بيفهم دلوقتي هو اللي تركب اشطر. هو كلهم من الصغير للكبير كلهم لما تتحط جنب اليونت جنب يونتس دول مش يونتس دول الحروف دول هيبقى جنب اليونتس. انت دلوقتي لازم تروح لليونت دول بقى بيخلي اليونتس صغيره. عشان عرفت منين؟ عشان كلهم مليانين ايه يا اخويا ها ماينس فانت ده معناه ان هم اساسهم كان ديفايدد. اوكي تمام تعال بقى نشوف للتنانين التانيين الكيلو 10 باور 3 وعند حضرتك الميجا 10 باور 6. اوكي ده الميجا زي الميجا بايت اعتقد انت عارف ميجا بايت على فكره يعني مليون بايت ما انت عارف صح زي التيرا وهكذا على فكره بعديها التيرا بس قشطه خلاص او اللي هي الجيجا الاول وبعد كده التيرا. اوكي عندنا بقى الانجستروم دي يونت لوحديها خالص هي تحولتها 10 باور نيجاتيف 10 بس دي ما ينفعش تيجي الا اللينس يعني من الاخر هي لينس فقط. يعني انا دلوقتي ما ينفعش الاقي انجستروم سكند مش الاقي مش معموله للتايم هي معموله للاطوال فقط. اوكي فانت اول ما تيجي مش تيجي حتى جنبيها يونت ولا حاجه ولا متر ولا بتاع دي الوحيده كده فانت على طول بتحولها 10 باور نيجاتيف 10 للايه يا رجاله للمتر. اوكي جمال بقى الفيزياء جمال الفيزياء متعتها والله كلمه المتعه بس المهم ان هو عنها ان احنا عندنا دلوقتي كميه امات جت وانت نجمعها لك قشطه. تعالى نجمع اول تاتش مبدئيا انا احفظ ازاي ولازم في الفيزياء اكون مركز. انت دلوقتي حضرتك لو مش بتعرف تعدي الشارع مثلا فانت شمام بخاف اعدي الشارع والله لسه فرفور بخاف اخد الباقي من الميكروباص الكلام ده كله فاهم عشان مش عارف اتكلم مش جريء الكلام ده كله صعب شويه في الفيزياء. الفيزياء عايزه بقى جد عايزه شخصيه ملهاش حل تاني. اوكي فانا لازم اكون فايق فايق بجد. اوكي ماشي التاتش ايه ان انا عندي هنا ام ماشي شكرا ماشي شكرا انا اسف خلاص يا حاج انا عندي هنا ام. اوكي عندي هنا مايكرو اللي هي ميو بالجريك عندي هنا ام كابيتال الله وعندي اصلا متر وعندي كمان حاجه اسمها ماس كل دول امات ماشي. تعالى انت وانا بعمل هترجم معايا. اوكي لو انا قلت لك ان الام ايكوال 10 كيلو جرام قول لي الام دي انا كلامي كله على الام ماشي قول لي الام دي عباره عن متر ولا ماس ولا ايه؟ بحب الكيلو جرام ودي فيزيكال كوانتي مش يونت يبقى ده كده قصده ان الماس ايكوال 10 كيلو جرام خلصانه؟ اوكي ترجمنا لان انت اصلا هي بالكيلو جرام ادي اول تاتش ادي اول ام تعالى كمل لي لو قال لك ان اللينس ايكوال 10 ام قشطه؟ حد يقول لي بقى كده لينس ايكوال 10 ام ما هو انت اللي جنب الرقم ده اليونت. اوكي حلو قوي دي بقى ام دي ملي ولا دي متر؟ احنا قلنا ان اليونت هي لازم تيجي الاول قبل التحويله فمش هينفع تجيب تحويله من غير يونت فما ينفعش تبقى ملي. ملي ملي ايه؟ هتتزنق عارف هتبقى محصور بتبيع على نفسك فحبيب قلبي مش هينفع فدي كده لازم تكون متر هي 10 متر لينس ايكوال 10 متر. لما اقول لك ان اللينس ايكوال 10 ام ام اشطب محمد اشطب فهتبقى 10 ايوه دي كده المتر اللي احنا لازم تبقى موجوده يبقى اللي جنبيها حبيب قلبي دي ايه يا رجاله الملي يبقى دي كده ملي متر وساعتها حولت الباور دي في 3 عشان احول للمتر اللي هو دي للفيزكس انا لازم اول حاجه لازم قلناها دي للفيزكس انت كيلوغرام متر سكند ما ينفعش. اوكي ما ينفعش كيلومتر فما ينفعش ملي متر لازم احولها
للميتر. اوكي نكمل. لو انا قلت لك ان اللينس ايكوال 10 ام كابيتال من الميتر. الله ام كابيتال دي لا دي هتبان. بس انا مش عارف افرق. لا دي هتبان. بص هي باينه اهي. فام كابيتال دي هتبان عن المايكرو. عن المايكرو دي عن الميو. اوكي اهي اللينس اهو ايكوال 10 مثلا مايكرو. هي شبهها جدا. وادي عم الميتر. فهتلاقي الام كابيتال مكتوب 10 باور 6. المايكرو حبيب قلبي 10 باور نيجاتيف 6. فاهمني؟ كل دول امات من ماس لميتر لمليمتر لميجا متر لمايكروميتر. اوكي؟ فلازم انت تكون ايه؟ ها؟ نينجا بجد. لا ساموراي رحال. فاهمني؟ خلصنا؟ احفظ بقى ازاي القرف اللي انت اديتهولي ده كله. مش عايزك تحفظه. احنا اصلا في الهوم ورك بتاع حضرتك معاملين لك سنه بسنه. هتلاقي اول صفحه في كل الملازم. تمام؟ الحاجات دي. بس حضرتك وانت بتحل سنه بسنه مدي لك اليونت. مش هغفلك في الهوم ورك. يعني مش هغفلك في الكويز. بس في الهوم ورك سنه بسنه حضرتك هترجع تبص على اول صفحه عندك في الهوم ورك او عندك في الاكسترين. هتلاقي الدنيا وتحفظها سنه بسنه. مش مطلوب منك خالص ان انت تحفظهم. بس ممكن نعمل لك بنكش. قشطه؟ عشان مستر مامي. بقول لك ايه؟ انا حافظها كده. اصل اللخبطه بالذات في كل حاجه. اصل كده كده السنتي والملي خلصانين بشياكه. سنتي نيجاتيف 2 ملي نيجاتيف 3. احفظ قول معايا سنتي نيجاتيف 2 ملي نيجاتيف 3. التاتش بس كله في اللخبطه بتاعت دي قشطه وبتاعت دي. انت اكيد عارف النانو بتاعت اصلا الكيمستري نانو 5 نيجاتيف 9 بيكو دي والفيمتو عامه قليلين لما بيجوا لك. فالكلام في العكه هنا كله. اوكي انا حافظ كده. ايس كريم ميجا زمان. ايس كريم ميجا زمان ميجا مش عارف ايه ايس كريم ميجا. زمان كان ب 6 جنيه اكيد مش بنيجاتيف 6. مفيش ايس كريم بالنيجاتيف. ايس كريم بيغذي معنوياتك انا عارف. اوكي فالميجا ب 6 جنيه. الحمد لله لما غلي بقى بكام دلوقتي عدى. بلاش دعوه دلوقتي. لما غلي دلوقتي بقى ب 10 جنيه. فالمايكرو صغير يبقى بنيجاتيف 6 والملي بنيجاتيف 3. بس كده احنا عارفين. انت كده كده عارف السنتي 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 نيجاتيف 2 والملي نيجاتيف 3 خلصان. عشان تفرق بس ما بين المايكرو والميجا. فالميجا قولوا معايا ايس كريم الميجا بكام؟ ب 6 جنيه. دلوقتي بقى بكام؟ ب 10 جنيه. يبقى 10 باور 6. منكش وافكار جوه دماغك عشان تعرف تحفظ. بلاش حل. صدقني والله اوبشن ده اوبشن. لينكات كلها عشان تعرف تترجم. اوكي؟ قشطه؟ ممكن نحل ده بقى مع مستر مؤمن بعد اذنكم؟ اتفضل يا مستر مؤمن. انت زعلان مننا بالبرزنتيشن؟ زعلان بالبرزنتيشن؟ انت زعلان بالبرزنتيشن صح؟ طيب اول حاجه بيقول لك اللينس بتاعك كان ب 4 كيلومتر. اول حاجه اتفقنا ان انا بشتغل دايما بالميتر. حلو قوي. الكيلو دي انا عارف ان انا رايح من كبير لصغير. يبقى كده كده الباور بتاعك هيكون بالبوزيتيف. واتفقنا ان الكيلومتر فيه 1000 متر. يبقى اقدر اقول لك باور بوزيتيف 3. يبقى كل اللي اعمله اعملها 4 تايمز 10 باور بوزيتيف 3. طيب اللي بعدها سلام. يلا باشا. ماشي خلاص 4 10 باور 3. اقول لك الشرح المتين. بص الفيزياء الغش فيها حلال. كيلو كام؟ 10 باور 3. ده 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 الفيزياء غش فيها حلال. حلال عادي جدا. فحضرتك ممكن سنه بسنه غير ان انت هتبقى الموضوع في السريع. بعد كده تحفظ الكلام ده كله. فالكيلو 10 باور كام يا اخويا؟ 3 قدامك. اتفضل يا مستر مؤمن. يلا بينا. هتغش ولا هتشرح؟ لا خلاص. طيب بيقول لك التايم 10 بيكو سكند. حلو كده احنا اتفقنا ان احنا بنشتغل بالسكند. البيكو التحويله بتاعتها بكام؟ الموضوع طلع سهل. يبقى كل اللي هتعمله هتاخد الرقم ده وتعمل هنا تايمز 10 باور نيجاتيف 12. والكلام ده بالنسبه لك بقى بالسكند. اوكي هي مش كرواته والله بس هي فاهم عشان بس يبقى الناس كلها تبقى جميله وسريعه. خلاص حرف جنب اليونت الاساسيه. اشتغل حرف جنب اليونت الاساسيه. ايه ده الحق البي يا خراشي. يبقى 10 الرقم بيتحط زي ما هو. مكان البي عشان احول للسكند هو من الاخر بدل ما يكتب 10 باور نيجاتيف 12 قام كاتب ايه يا معلم؟ ها البي بدل ما انت تقعد تكتب. طب احنا ما احنا مش شغالين كده في الهوم ورك. احنا لازم نشتغل بالسكند. هو واطي يعمل اللي هو عايزه. انا بقى لازم اشتغل بالسكند. فهو عايز يلخص على نفسه بس انا لازم افردها عشان احسب صح. اوكي؟ اوكي؟ يلا توكلنا على الله. خش على اللي بعده.